السلام عليكم. انفجار جديد وغامض طال الفصائل المسلحة المقربة من إيران مرة أخرى في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم. العديد من وكالات الأنباء المهمة مثل البارنز وكذلك العربية الجديد والمرصد السوري لحقوق الإنسان وغيرها أكدوا العديد من تفاصيل ما جرى في الساعة الثانية فجرا من توقيتي وفي توقيت سوريا. وكانت هنالك لقطات من طبيعة هذا الانفجار الذي جاء في نقطة قريبة من العاصمة السورية دمشق بهذا الشكل لمدة ساعتين استمر هذا الانفجار. تلاحظ من طبيعة الانفجار بأنك أمام مستودع للذخائر. من طبيعة التوهج والأصوات التي تسمعها تعرف بأن هذا ليس بالمستودع العادي أو بالنقطة العادية التي استهدفت، وتمت ملاحظة سيارات الإسعاف والإطفاء وهي تهرع إلى هذه المنطقة. التفاصيل بشكل أكبر حول ما جرى كان قد وضح، والتفاصيل وضحت بأن هذا الانفجار جاء إلى شمال شرق العاصمة السورية دمشق بالقرب ومن ضمن منطقة الرحيبة. المنظومات الدفاعية التابعة للجيش العربي السوري لم تطلق أي شيء. هذا يوضح طبعا بأن المنظومات الرادارية لم ترصد أي شيء قادم من إسرائيل، على سبيل المثال من مرتفعات جولان. هنا عادة إسرائيل تقوم بعمليات تحليق وتوجيه ضربات تجاه أي نقطة ممكن أن تكون متواجدة في العاصمة السورية دمشق، ولكن لا دليلا ملموسا على أن إسرائيل كانت خلف هجوم مباشر عسكري من الجولان بهذا الشكل. وهذا يوضح بأن الانفجار جاء من داخل تلك المنطقة ومن داخل تلك المستودعات التي أيضا جاءت عنها تفاصيل مهمة للغاية نشرت من قبل المصادر التي ذكرناها لكم. والمرصد السوري لحقوق الإنسان كان قد انفرد بالعديد من المعلومات المهمة حول هذه المنطقة وحول هذا الموقع. طبعا منطقة الرحيبة التي تحدثنا عنها هي تأتي هنا، والانفجار جاء بالقرب من الطريق الرابط بين الرحيبة وبين الضمير، وطبعا تأتي على عمق وعلى مسافة ما يقارب 4 كيلومترات. هذا المستودع الذي طبعا انفجر من عمق منطقة الرحيبة أو مدينة الرحيبة إلى هذه المستودعات، بالتالي هي قريبة للغاية. وهذه المنطقة هي تأتي من ضمن سيطرتي أو من ضمن اللواء 81 التابع للجيش العربي السوري، ولكن في حقيقة الأمر أن حزب الله اللبناني بحسب طبعا المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد بأن حزب الله اللبناني هو المسيطر، هو المهيمن على هذه المنطقة، بل هم كانوا في اليومين الماضيين بالقرب من هذا المستودع الذي تعرض للانفجار. وأكدت أيضا بأن في هذا المستودع هنالك صواريخ مهمة تابعة لهذا الحزب، وهي من صواريخ أرض، وطبعا جاء الانفجار بهذا الشكل المفاجئ وبهذا الشكل المباغت والمثير، بأن لا أنباء ولا كلاما رسميا قادما من الجانب السوري أو وكالة الأنباء السورية حول ما جرى لكي نقول مثلا على سبيل المثال بأن هذا حادث قد جرى لهذا المستودع وبأنه انفجر، وبالتالي لم يقطعوا الشك باليقين في هذه القضية. وهذا ما يوضح أيضا في ظل حساسية الموقع وفي ظل حساسية النقطة وتبعيتها، توضح بشكل واضح بأننا قد نكون أمام خرق إسرائيلي كبير لهذه المنطقة أو عمل استخباري قام به الموساد الإسرائيلي لتحقيق هذا الانفجار، وخاصة أن حزب الله ليس مسيطرا منذ سنة أو سنتين على هذا الموقع، ويسيطر على هذه المنطقة منذ 2006، وبالتالي لديهم نقاط أو صواريخ أو أسلحة مهمة للغاية موجودة في هذه المنطقة. وطبعا ما يرشح بأن إسرائيل قد تكون فعلا خلف هذه العملية عدة عوامل. العامل الأول بأن صفحات مهمة للغاية تابعة للنظام السوري مثل سام سيريا كان قد وضح يوم أمس كما تلاحظون هنا في 14 أغسطس بأن مساء يوم أمس كانت هنالك طائرات إسرائيلية تحلق على مرتفعات الجولان. هذا منشور أول وهذا منشور ثاني، صوروا طبعا الصوت لهذه الطائرات وهي تحلق على مرتفعات الجولان. طبعا ليس واضحا الحديث عن طائرات حربية أو غيرها، ولكن هو كان تحليق حاضر في هذه المنطقة، وبعد ذلك توقف هذا التحليق، وبساعات في الساعة الثانية فجرا كما تحدثنا جاء هذا الانفجار الذي نتحدث عنه بهذه الطريقة. وأيضا ما هو مثير في هذه المسألة أن هذا الانفجار يأتي بعد 48 ساعة فقط في انفجار بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب على مستودع أيضا تابع لحزب الله اللبناني إلى غرب العاصمة السورية دمشق بالقرب من مشروع دمر
بنفس الطريقة، لم تكن هنالك طائرات أو غيرها إسرائيلية قامت بهذه الضربة. المنظومات الدفاعية أيضا لم تكن حاضرة بالنسبة للجيش العربي السوري، ولكن كان هنالك تحليقا يراقب هذه المنطقة من مرتفعات الجولان، سجلتها طبعا الرادارات بهذا الشكل الذي ترونه من طائرات طبعا السرب 122 الإسرائيلية. النحشون شابت، النحشون إيتام، كانت تراقب من الثامن أو حتى من السابع، من الثامن من أغسطس وحتى العاشر من أغسطس، وبعدها في 13 من أغسطس جاء الانفجار بعد كل هذه الرقابة التي نتحدث عنها. وها نحن أمام نفس القصة تجري على هذا المستودع. وطبعا هذا الانفجار الذي تحدثنا عنه قبل 48 ساعة، وعندما تلاحظ هذا المستودع ستلاحظ طبيعة الانفجارات الكبيرة وطبعا الأصوات الهائلة القادمة من هذه النقطة، التي اتضح فيما بعد بأنها أيضا مستودع للصواريخ تابعة لحزب الله اللبناني. وطبعا هذا يعطي فكرة واضحة بأن هذه المواقع عندما ننظر لها مستودع إلى الغرب، بعدها ب 48 ساعة إلى شمال شرق العاصمة دمشق، مستودع آخر أيضا كلها تابعة لحزب الله اللبناني، لا أنباء من سوريا على المستوى الرسمي، ومناطق حساسة للغاية وبتوقيتات متقاربة، يوضح لك بأننا قد نكون أمام عمل استخباري إسرائيلي في ظل الرقابة التي تأتي بعدها هذه الانفجارات. وبالتالي لا يمكن الابتعاد من هذه الحقيقة ومن هذه الفرضية التي قد تكون قريبة للغاية مما جرى. بل ما هو مثير أيضا في الداخل الإيراني، كان هنالك حريقا كبيرا طال سوق طهران الكبير بهذا الشكل، أكدته وكالة رويترز، وكالة تسنيم، والوكالات الإيرانية طبعا. وجاءت اللقطات من هذا الحريق الكبير الذي جاء في داخل إيران، طبعا لا خسائر بشرية نهائيا من هذا الحريق، ولكن كانت هنالك خسائر مادية كبيرة للغاية. توقيت الانفجارات التي تأتي على حزب الله اللبناني في سوريا بهذا الشكل الغامض، وفي نفس الوقت أيضا هذا الحريق الذي نراه، هي تأتي بعد مباشرة وبعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية في 10 أغسطس بأنها اتفقت مع إيران على تبادل الأسرى، 5 أسرى أو محتجزين أمريكيين مقابل أسرى إيرانيين، ومقابل 6 مليارات دولار مجمدة في كوريا الجنوبية، تقدم طبعا مباشرة إلى إيران، ولكن بطريقة معينة سنتحدث عنها بكل تأكيد. وطبعا هذا الاتفاق أعلنت إسرائيل بشكل واضح، والصحافة الإسرائيلية بأنها غير معجبة أبدا بهذا الاتفاق، هي لا توافق على هذا الاتفاق أبدا، وهي تعتقد بأنه سيساعد إيران على التوجه مباشرة لزيادة عملياتها أو زعزعتها للاستقرار في الشرق الأوسط، كما تتحدث إسرائيل بهذا الشكل. بالتالي غير معجبة أبدا بهذه المسألة. والصحافة الإسرائيلية اليوم تحدثت بأن يبدو بأن حكومة نتنياهو فقدت السيطرة أو فقدت تأثيرها على حكومة بايدن في مسألة الاتفاق مع إيران، وبأن بايدن متجه مباشرة للاتفاق مع إيران وتحقيق اتفاق نووي لا تريده إسرائيل أبدا. وهذا قد يفسر الكثير مما نرى، قد يفسر لماذا هذه الانفجارات تحدث، ويفسر انزعاج إسرائيلي من الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أن هذا الاتفاق جاءت عنه تفاصيل مهمة نشرت على أمواج دوت ميديا اليوم عن التفاصيل التي اتفقت بها الولايات المتحدة الأمريكية مع إيران. فالاتفاق ببساطة وخاصة فيما يتعلق بالستة مليار دولار طبعا ستقوم بالنسبة لكوريا الجنوبية بنقل هذه الأموال المجمدة التي هي طبعا من أموال إيران محتجزة هناك، ستنتقل من كوريا الجنوبية مباشرة إلى سويسرا، وستحول من العملة الكورية الوون الكوري إلى اليورو طبعا بهذا الشكل، ستحول إلى اليورو مباشرة. طبعا ليس واضحا بحسب أمواج دوت ميديا إذا ما كانت قد تم تحويلها من العملة الكورية الوون الكوري إلى الدولار ثم حولت إلى اليورو، ولكن نهايتها يجب أن تتحول إلى اليورو، وبعدها تنتقل هذه الأموال إلى حسابين موجودة في قطر، وبأن هذه الحسابات سيكون لإيران طبعا القدرة على الوصول لهذه الأموال، ولكن هي غير قادرة على استخدامها في أي اتجاه تريد، مثلا لدعم الفصائل المسلحة أو تطوير قدراتها العسكرية أو غيرها، لا أبدا، هي قادرة فقط على عملية التوجه واستخدام هذه الأموال في المسائل الإنسانية وفي المسائل الطبية. وبالتالي أي شيء
شيء عليه عقوبات من الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص إيران بشكل مباشر، غير قادرة إيران بأي شكل من الأشكال على استخدامه. أيضا في نفس الوقت أن هذا الأمر وتحويل الأموال التي تحدثنا عنها فهي بحاجة من 4 إلى 6 أسابيع لكي تنتهي مسألة هذه القضية أو إتمام هذه المسألة المصرفية، وبعد ذلك سيكون هنالك تبادل الأسرى، سيكون حاضرا كما تلاحظون بحسب الأمواج دوت ميديا، سيتم تبادل الأسرى هذه المرة في الدوحة ولن تكون مثلا في الإمارات العربية المتحدة أو سويسرا أو عمان، بالتالي كل شيء سيتم في الدوحة، ومتوقع أن الشهر القادم سنسمع بشكل رسمي وسنرى الصور على وسائل الإعلام العالمية والدولية وحتى العربية بأن التبادل قد تم بين الطرفين، إن كانت بين إيران طبعا وبين الولايات المتحدة الأمريكية. وطبعا إسرائيل منزعجة لأن هذا الاتفاق سيؤدي إلى عودة للاتفاقية النووية فيما بعد بالنسبة للولايات المتحدة وإيران، وقد يؤدي إلى اتفاق جديد لا تريده إسرائيل أبدا. وبحسب الجلوبال فاير باور كان هنالك تصنيفا جديدا لقوة الجيوش العالمية على مستوى العالم، وإسرائيل بدأت ترى وجدت بأن إيران لا زالت هي أعلى منها بمرتبة، كما تلاحظون إيران بالمرتبة 17 بينما إسرائيل بالمرتبة 18، وبالتالي مثل هذا الاتفاق سيعني أموال لإيران، ستكون قادرة إيران بالأموال إن اتفقت مع الولايات المتحدة الأمريكية فيما بعد أن تطور جيشها بشكل أكبر وأن تقوى. وطبعا نتحدث عن الجيش الإيراني، هذا عدا فصائلها المسلحة إن كانت في سوريا وإن كانت من حزب الله اللبناني. وأيضا في نفس الوقت أن إسرائيل تعرضت فجر هذا اليوم إلى انفجار كبير في نقطة عسكرية في منطقة صناعية في رامات هاشارون بهذه الطريقة، انفجار كبير في إحدى المصانع العسكرية الموجودة هناك ومصانع الأسلحة، وإسرائيل قد اعترفت بهذا الانفجار بهذا الشكل عن طريق وسائل الإعلام الخاصة بها، وقالت بأننا لازلنا نحقق فيما جرى، أي أنه أيضا انفجار غامض جرى في إسرائيل. وعلى سبيل المثال لو وجدنا إسرائيل تقول بأن إيران كانت خلف هذا الهجوم بأي شكل من الأشكال، هذا قد يعني المزيد من التصعيد من إسرائيل بهجمات غامضة مثل الهجمات التي تحدثنا عنها اليوم، وقد تكون أيضا بهجمات على الداخل الإيراني في نفس الوقت.